أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثاني الإعدادي. الحقيقة يا ولاد القناة بتاعتي أنا عاملها من قريب، فأنا مش بقدر أشرح الدروس يعني لأن أنا وقت قليل، فأنا بشرح منهج 4 و5 و6 والإعدادي بس، لكن في سنة تانية إعدادي بحل معاكم كل أسئلة كتاب المدرسة لأنها بتبقى أسئلة مهمة جدا جدا وبيجي منها في الامتحانات، عشان بس محدش يقول ليه مش بتشرح يا مصر، لأن أنا عامل القناة دي من قريب يعني مش من بعيد، فمش هقدر أنزل كل المناهج مع بعضنا. السنة الجاية إن شاء الله هنزل تانية وتالتة إعدادي. أول سؤال يا محترمين، ده حل أسئلة كتاب المدرسة على الدرس الأولاني. أول سؤال بيقول رايز ذا ساينتفك تيرم، أكتب المصطلح العلمي للعبارات الآتية: ذا بيريودك موشن، الحركة الدورية، ميد باي أبادي، أو أنا نسي كلمة يعني باي أبادي، أراوند إتس بوينت أوف ريست، حوالين نقطة السكون، وير ذا موشن يعني حركة جسم ممتاز حوالين نقطة السكون. ادي زي البندلوم، ها لما بتحرك حوالين نقطة السكون دي كده بيسموها نقطة السكون ريست بوينت، دي بيسموها تو سايدز اوف ذا ريست بوينت، حركة الجسم ده حوالين نقطة السكون از ريبيتد تتكرر ثرو ايكوال انترفالز اوف تايم، تتكرر على فترات زمنيه متساويه. هنا بيتكلم على حاجه اسمها الحركه الاهتزازيه اللي هي ايه؟ اوزولاتري موشن. اوزولاتري يا اولاد موشن ده تعريف الحركه الاهتزازيه. 2 number of complete isolation، عدد الاهتزازات الكاملة التي تنتج by isolating body in 1 second. هنا بتكلم على مين؟ عدد الاهتزازات الكاملة التي يصنعها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. هنا بتكلم على الفريكوينسي، فريكوينسي اللي هو التردد ورمزه F، والفريكوينسي ده القانون بتاعه لازم تحفظه، number of complete isolation على time in second، عكس الفريكوينسي البريدوك تايم اللي هو رمزه تي كابيتال، عبارة عن تايم ان سكند على نمبر اوف كومبليت اوزوليشن. السؤال اللي بعده يا محترمين بيقول choose the right answer from those between brackets mention the reason، يعني اختار الاجابة الصحيحة واذكر السبب. اول حاجة the result of multiplying، نتيجة ضرب الفريكوينسي of an oscillating body by its periodic time، لما اضرب الفريكوينسي في البريودك تايم equal 1، يبقى هنختار ال 1. ليه؟ هنقول له because f equal 1 over t او t equal 1 over f، العلاقة بينهم علاقة ايه؟ inversely. لما اضرب ال FFT تطلع بتساوي ايه؟ 1. اشرح لك باختصار تاني، احنا عندنا هنا يا اولاد F بتساوي 1 على T، يعني لو ال F ده 10 يبقى T 1 على 10، طب اضرب 10 في 1 على 10 تطلع ب1، لو ال F دي 5 يبقى 5 في 1 على 5 يبقى تساوي كام؟ 1، يبقى حصل ضرب ال f في t equal 1 because f equal 1 over t، ونقول because there and the relation between them is inversely relation، العلاقة بينهم علاقة عكسية. اوكي اللي بعده يا محترمين، in the opposite figure when the pole of the pendulum moves from x to y، هنا البندول كرة البندول اتحركت من x ل y، كده عملت ايه؟ half complete isolation، نص اهتزازة كاملة، اتحركت من x ل y، duration في فترة زمنية مقدارها ها 0.02 2 من 100 سكند، the frequency equal ايه؟ احلها لك بطريقتين، طالما اتحرك من x ل y في زمن 0.02، لو رجع تاني هياخد 0.02، لما يرجع تاني من x ل y من y ل x ده يبقى عمل ايه؟ ده زمن اهتزازة كاملة اللي هو مين؟ اللي هو البريدوك تايم. يبقى أول حاجة هجيبها له البريدوك تايم، هنضرب 2 في 0.02 اللي هي ايه؟ اللي هي 0.04، بس هو مش عايز البريدوك تايم، هو عايز ايه؟
الفريكوينسي اروح اقلبها واحد على زيرو، هيبقى الفريكوينسي شايف هيساوي واحد اوفر تي اللي هو واحد على 0.04. الزيرو بوينت دي تطلع فوق بمية، يبقى مية على اربعة، مدي اربعة من مية، مية على اربعة اللي هي كام؟ 25. يبقى نختار له 25 ونقول له ان البرودكت تايم ايكوال 2 في 0.2، وبعد كده الفريكونسي واحد اعلى اوفر دي. هحللك بطريقة تانية، وهنا كده عمل كام؟ هو عايز الفريكونسي. طب ما الفريكونسي يا مستر بيساوي number of complete oscillation على time in second. طب هو عمل كم اهتزازة؟ عمل نص ل 0.5، خليها نص عادي، خليها نص عشان ما تتلخبطش، نص على time in second اللي هي ايه؟ اللي هي 0.2 اللي هي على 2 من 100، اللي هي على 2 من 100، اللي هي 2 على 100. طب لو نص على 2 على 100 اللي هي نص في 100 على 2، 1% ب100 على 2 في 2 ب4، 100 على 4 تطلع بكام؟ 25. دي طريقة تانية للحل. فاهم دي حلها؟ فهمتك حلها. أحلها لك تاني، أحلها لك تاني. الفريكونسي بيساوي نمبر اوف كومبليت على التايم. طب هو عمل قد ايه؟ عمل نص اهتزازة من اكس لواي، يبقى نص على 2 من 100 ل2 على 100، على دي تبقى في 100 على 2. يا عم اختصر، نص 0.5 على 0.02 اقسم على الآلة الحاسبة، لو انت زعلان هتطلع بكام؟ 25. خلاص يا ولاد، اتمنى ان تكونوا فاهمين يا محترمين. ها يلا يا حبايب قلبي يا محترمين. The following figure describe the oscillation of simple pendulum of amplitude. شكل ده بيوضح الحركة ازاي لايه؟ لبندول بسيط. طيب بيقول الامبليتود ايكوال، الله، الامبليتود دي اللي هي ايه؟ It is the maximum displacement away from the rest position، يعني أقصى إزاحة لصناعة الجسم الممتاز. يبقى أنا أختار له أقصى إزاحة اللي هي 30، يبقى الأمبليتود إيكوال 30. ليه؟ Because the amplitude is the maximum displacement away from the rest position. اللي بعده، What is meant by، ما معنى أن the number of complete oscillation made by oscillating body in duration of، يعني عدد الاهتزازات الكاملة اللي عملها الجسم في 10 ثواني بتساوي 500. هنا عطينا 500 complete oscillation وعطينا الطايم. طالما عطينا حاجتين يبقى عايز الحاجة التالتة اللي هي الفريكوينسي، يبقى حلها له على جنب كده. الفريكوينسي بتساوي ال number of complete oscillation اللي هي 500 على 10، تطلع بكام؟ 50. 50 ايه؟ هرتز. وبعد ما احلها له على جنب اقول له ايه؟ This means that، خلاص يا ولاد، This means that، ده معناه that ايه يا ولاد؟ that the frequency equal 50 هرتز. تاني مع بعض، ما معنى ان جسم عمل 500 اهتزاز في 10 ثواني نقسم 500 على 10 تطلع الفريكونسي، وفي الاخر اقول له this means that the frequency equal 50 هرتز. اللي بعده، ما معنى ان التايم تيكن، الوقت اللي بياخده السبرينج الملف الحلزوني انه يعمل 60 كومبليت اوزوليشن 1 مينيت، 1 مينيت يعني 60 سكند، 60 ثانيه. يبقى برضه عطينا حاجتين وبيقول التايم، يبقى هو هنا عايز البريدوك تايم. البريدوك تايم بيساوي ايه؟ تي كابيتال التايم ان سكند اللي هي 60 على النمبر اوف كومبليت اوزوليشن اللي هي 60 تطلع 1 سكند. يبقى نحلها له على جنب كده، وفي الاخر نقول له this means
زاد ده معناه ايه؟ this means that the periodic time equal 1 second. خلاص يا حلوين، يلا الصفحة اللي بعديها. هنا the opposite figure represents the motion of the oscillating body، حركة جسم ايه؟ مهتز. استخدم هذا الرسمة to find the periodic time. عايز البريودك تايم، والله هو البريودك تايم بيساوي ايه؟ بيساوي التايم ان سكند على النمبر اوف كومبليت. بص معايا كده، ده تم في كام؟ 0.8 صح؟ طبعا هنكتب القانون، هنقول له البريودك تايم هيساوي ها تايم ان سكند على النمبر اوف كومبليت، يبقى في الاخر هيطلع بيساوي ايه؟ 0. نحلها هنا كده يا ولاد، اهو نحلها لكم هنا. يبقى هنا هنقول له البريودك تايم بيساوي التايم ان سكند على نمبر اوف كومبليت اوزيليشن. طب التايم ان سكند كام؟ 0. نشوف كده، اتاكد 0.08، 8 من 100 على كام؟ ادي 1 ادي 2 على 2، هيبقى ايه؟ 0.04 ايه سكند. يبقى البريودك تايم 0.084. تاني، البريودك تايم عبارة عن الزمن تايم على النمبر اوف كومبليت، 0.08 على عدد الاهتزازات الكاملة، يبقى على 2 تطلع ب 0.04. خلاص يا ولاد؟ اوكي. طيب انا اسف الصوره كانت مش واضحه. اوكي اللي بعده، read draw add the figure، اعد الرسم ده in graph 1، في الجراف 1 ده. اعد الرسمه في الجراف 1 ده. showing double of frequency and the same amplitude، عايز الامبليتود يبقى هو هو بس نضاعف الفريكوينسي. لما ضاعف الفريكوينسي معناه ايه؟ اضاعف عدد الاهتزازات ويبقى الزمن هو هو. ما الفريكوينسي النمبر اوف كومبليت اوزيليشن على التايم، لما يقول لي ضاعف دبل ضاعف الفريكوينسي يبقى التايم هو 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 ونضاعف الفريكوينسي. بدل ما كان اقصى ازاحه في الحته دي نخليها في الحته دي. اه شوف، ركز كده معايا. اه ادي تبقى كده، ادي 1 هنا كده، كده كام؟ 2، هنخليهم 4 كده، 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، والامبليتود هو هو. يبقى كده ضاعفنا ايه؟ الفريكوينسي، بدل ما 2 خليناهم 4. ريد رو قاعد الرسمه في الجراف 2 showing the same frequency، خليه يوضح نفس التردد يعني نفس عدد الاهتزازات، and double وضاعف الامبليتيود. الامبليتيود كان هنا اقصى ازاحه، هنخليها هنا اهو. بص انا راسم نقط عشان تبقى سهل، وهنخلي عدد الاهتزازات هي هي بس هنضاعف ايه؟ هنضاعف الامبليتيود. يبقى كده تروح نازله كده اهي، وكده كده اهي، تمام. يبقى ضعفنا الامبليتيود وعدد الاهتزازات هي هي الفريكوينسي. ادي 1 ادي 2. خلاص يا ولاد، انا ما شفتش الاسئله دي الحقيقه كتير في الامتحانات، بس احنا بنتدرب وبنعمل اللي علينا. اخر سؤال يا محترمين، بيقول خلي بالنا مع بعضينا. آخر سؤال يا ولاد بيقول ايه بقى؟ اكس واي زد ار 3 اكزامبل اوف اوزولاتري موشن، التلاتة دول امثلة لاوزولاتري موشن، واحدة منهم بندلام والتانية سبرينج والتالتة سترينج. اوت اوف ذا اوردر يعني خارج الترتيب، مش مترتبين، يعني مش اكس بندلام ولا الواي
سبرينج ولا الزد، هما متلخبطين يعني مش مترتبين. المهم اف اكس لو كان اكس doesn't represent the motion of the pendulum، لو الاكس ده مش بيندلم ماشي، ولا الاكس or the spring ولا السبرينج، لا هي بيندلم ولا هي سبرينج، تبقى ايه؟ تبقى سترينج. يبقى نقول له اكس شرط كده تمثل ايه؟ سترينج. عرفنا ان الاكس سترينج. طيب نكمل. And why doesn't represent الواي لا تمثل البندلم، فين البندلم؟ اهي الواي مش بندلم، تبقى الواي ايه؟ ما الاكس طلعت سترينج والواي مش بندلم، يبقى لا بندلم ولا سترينج، يبقى الواي ايه؟ يبقى الواي سبرينج، لان الاكس سترينج والواي مش بندلم، يبقى الواي ايه؟ سبرينج. يبقى ناقص ايه؟ الزت، تبقى الزت ايه؟ اخر واحد. احنا كده اخترنا سترينج وسبرينج، سترينج وسبرينج، يبقى ناقص ايه؟ الزت، تبقى ايه؟ بندل. كده اولاد خلصنا الاسئلة على الدرس الاول، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستوعبتوا واستفدتوا. ان شاء الله في اقرب وقت خلال النهاردة او بكرة برضو هنزل لكم الدرس التاني، وبعد كده الأسئلة اللي على الوحدة كلها، وهكذا هفضل معاكم لحد ما أخلص لكم كل أسئلة كتاب المدرسة. تمنياتي لكم كل النجاح والتوفيق، ولا لقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.